السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد قبضنا على نوع من طائر التفاح أو نعم التفاح، قبضنا على طير وننتظر البقية تنزل لنمسكها. وتابعوا معي الفيديو إلى أن نصل إلى الطائر. معي ابن عمي نعيم وننتظر نزول الطائر الثاني على الأقل لنستطيع مسك على الأقل اثنين شيء جميل. أظن علي الذهاب لمسك هذا الطائر حتى لا يفلت من يدينا. ومسكنا ذكر، مسكنا ذكر. هذا طائرنا، ولننتظر مسك الباقية.